يقول هل يجوز الاستعانة بالجن في علاج المرضى؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لا يجوز للمسلم أن يستخدم الجن، ولا يقول هؤلاء مسلمون، ما هذا ما ورد الدليل باستخدام الجن أبدا، ما فيه دليل، بل فيه دليل على المنع ولا فيه دليل على الجواز. ألا يستعين بالجن، وإنما يستعين بالإنس الذين يقدرون على إعانته، والحي الحاضر الذي يقدر على إعانته. أما الغائب من الجن أو من الأموات أو من، لا يجوز الاستعانة بهم. نعم.